السلام عليكم. هذا عصير أورجينال فوف يباع في مدارس الأولاد المتوسطة والابتدائية. الولد شرى عصير، شرب منه وحس ان طعمه غير متغير، فتح العصير شاف ان في شيء غريب داخل العصير. شوفوا، الظاهر العصير معفن او في طحالب. هذا العصير اللي تبيعه وزارة التعليم تبيع على أولادنا. وقبل لا نفضح اللي هو المنتج نفسه اللي هو منتج أورجينال، أول حاجة نفضح اللي فيه وزارة التربية والتعليم. شوفوا كيف معفن ولونه أخضر، وهذا يبدو أنه صاير طحالب. وأرجو نشر المقطع هذا حتى أولادنا وبناتنا ينتبهون ولا يشربون ولا يتعاملون مع المنتجات هذه. والله يحفظ الجميع. السلام عليكم.